I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Yeah. One more taste of what I got. Uh-huh. I'll have you spending all you got. Come on. Keep going till you hit the spot. يا هلا بحلويات الكيوتين. فيديو النهاردة عن الأبطال، هيكونوا فيه أعداء لكن في نفس الوقت هيكبروا إن هم يعيشوا في نفس المنزل. مسلسلات في فيديو جديدة ما تكلمتش عنها قبل كده، فجهزوا معايا كده وصحصحوا، ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس واعملوا لايك للفيديو عشان ده شيء بيفرحني جدا. طبعا مستنية تعليقاتكم وهرد عليها أول ما الفيديو ينزل كالعادة، ويلا نبدأ الفيديو مع بعض. أول مسلسل معانا هو حب من أول كره. المسلسل متصنف رومانسي كوميدي درامي وعدد حلقاته 13 حلقة، وهو تايلاندي. البطل بتاعنا هو دكتور وقح وذكي ووسيم، أما البطلة بتاعتنا فهي نجمة لامعة ومثيرة. البطلة بتاعتنا شايفة البطل مش من نوعها المفضل من رجالة، وكمان الشعور متبادل لأن البطل شايفها مش من نوعه المفضل من نساء. الاتنين كرهوا بعض من النظرة الأولى، لكن لما هيتحتم عليهم إن هم يعيشوا مع بعض في نفس البيت هتبدأ تحصل حاجات غريبة، لأن البطل هيبدأ يقع في حبها لكن هيحاول يتظاهر إن هو مش معجب بيها علشان ما يتكسفش. فيا ترى إيه اللي هيحصل معاهم؟ ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا على الدراما. تاني مسلسل معانا هو أميرة الرمال. المسلسل متصنف رومانسي درامي كوميدي وعدد حلقاته 14 حلقة، وهو تايلاندي. البطلة بتاعتنا هي بنت يتيمة ذهبت للمدينة لاستكمال تعليمها. هناك هتقابل البطل بتاعنا وهو شاب غني، لكن صداقتهم هتبدأ على أساس المنفعة المشتركة. فالبطل بتاعنا هيديلها فلوس في المقابل إن هي هتبدأ تتصرف كأنها خادمته، لكن الموضوع هيبدأ يتعقد أكتر لما البطل بتاعنا هيتسبب في حمل بنت البطلة تعرفها، وهيسيب الطفل في البيت للبطلة وهيمشي. فيا ترى إيه اللي هيحصل؟ ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا على المسلسل. تالت مسلسل معانا هو مدبر منزلي السيد نيجيسا. المسلسل متصنف رومانسي كوميدي وعدد حلقاته 9 حلقات، وهو ياباني. البطلة بتاعتنا هي امرأة بتعمل في شركة أدوية. على عكس أدائها الجيد في العمل فهي ليست جيدة وبارعة في القيام بأعمال المنزل. في ليلة عيد ميلادها 28 هيظهر راجل غريب في بيتها الفوضوي. الراجل الغريب ده هو البطل بتاعنا، هو مدبر منزلي ممتاز، لكن البطلة مش عايزة توظفه، لكن الموضوع هينتهي بتوظيفه كمدبر منزلها والاتنين هيعيشوا في نفس البيت. رابع مسلسل معانا هو التقطت نجما في الطريق. المسلسل متصنف رومانسي كوميدي شبابي إثارة وعدد حلقاته 10 حلقات، وهو كوري. البطلة بتاعتنا هي بنت يافعة وجميلة. هتقابل شخص مشهور مغمى عليه في الطريق فهتاخده لبيتها، ولكن للأسف الاتنين هيكونوا ما بيحبوش بعض شوية. فيا ترى ايه اللي هيحصل معاهم والعلاقة دي هتنتهي على ايه؟ ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا على المسلسل. خامس مسلسل معانا هو المحامي الأعزب. المسلسل متصنف كوميدي رومانسي قانوني مدرسي وعدد حلقاته 4 حلقات، وهو تايلاندي. البطل بتاعنا هو الطالب الأول في كلية القانون في السنوات العشرة الأخيرة. هو شخص ممتاز جدا وصارم، أما البطلة بتاعتنا فهي بنت كانت غنية ومتمسكة بذاتها، لكن هيبدأ عالمها في الانهيار لما هتفلس عيلتها، وهتضطر إن هي تبيع طرفها وتبدأ في الخروج مع شقيق البطل، وهو شخص بيديها فلوس مقابل دوت. لكن في النهاية هتنتهي بالعيش مع بعض التلاتة، لكن البطل بيكرهها جدا. فيا ترى في النهاية إيه اللي هيحصل ويجمعهم مع بعض؟ ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا على المسلسل. سادس مسلسل معانا هو الرومانسية ملحق إضافي. المسلسل متصنف رومانسي كوميدي وعدد حلقات 16 حلقة، وهو كوري. البطل بتاعنا بيحب البطلة من وهم صغيرين، لكن للأسف البطلة هتتجوز واحد تاني لأن هي دايما شايفة البطل كمجرد صديق ليها. لكن بعد سنين الشخص اللي هي اتجوزته هيطلقها ويسيبها، فمش هيكون قدامها حد تاني غير صديقها وهو البطل بتاعنا هتروح تعيش معاه، لكن كما هي لسه شايفاه مجرد صديق. فلو كده سيبهولنا احنا ناخده لأن ده البسكوتة بتاعتنا. اوكي يا جماعة، مسلسل حلو بجد وانصحكم تتابعوه.
سابع مسلسل معانا هو السيد ثعلب والآنسة زهرة. المسلسل متصنف رومانسي كوميدي خيالي وعدد حلقاته 30 حلقة وهو صيني. البطلة بتاعتنا هي امرأة خارقة، أما البطل هو مستكشف أحجار كريمة. في يوم الشاب دوت هيروح وياخد أحجار كريمة راقية جدا من عند البطلة وهيهرب، فهتروح وراه للمدينة ومن هنا هتفضل قاعدة في بيته ووراه لحد ما تاخد الأحجار، ومن هنا هتبدأ قصة حبهم. مسلسل حلو جدا وأنصحكم تتابعوه. تامن مسلسل معانا هو أب على الورق. المسلسل متصنف رومانسي درامي وعدد حلقاته 6 حلقات وهو كوري. البطلة بتاعتنا هي بنت يتيمة بتبلغ من العمر 23 سنة، بتعاني ماليا وبتعتني بشقيقتها الصغيرة البالغة من العمر 8 سنين بس. بينما كانت تعمل بدوام جزئي، في يوم من الأيام هيظهر قدامها شاب، والشاب دوت عنده 28 سنة يعني قدها بالظبط، وهيعرض عليها إبرام عقد، والعقد ده ينص ان هو يبقى أبوها. فترى العلاقة دي هتتم ازاي؟ ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا على الدراما. تاسع مسلسل معانا هو منتصف الصيف مليء بالحب. المسلسل متصنف رومانسي كوميدي درامي وعدد حلقاته 24 حلقة وهو صيني. البطلة بتاعتنا هي امرأة شابة ومستقلة وعندها عقلية قوية ودايما عندها احساس عالي بقيمة الذات، على الرغم من هي صماء للطبقات الصوتية الا ان هي دايما بتحلم ان هي تعمل ضجة كبيرة في صناعة الموسيقى بصفتها كاتبة اغاني. ومع ده بسبب بعض التدخلات مع اصحابها هينتهي بيها الامر مغادرة لمنزلها، وهيتدخل القدر وهيتقاطع طريقها مع نجم البوب الشهير وهو البطل بتاعنا اللي بيبدو عليه ان هو شخص شقي ومدلل. على الرغم من مظهره الخارجي البارد الا انه في الواقع شخص طفولي جدا. الثنائي هيجبره على العيش معا في نفس المنزل على الرغم من عدم انسجامهم. واخر مسلسل معانا هو اميري لميت يوم. المسلسل متصنف رومانسي كوميدي تاريخي وعدد حلقاته 16 حلقه وهو كوري. البطل بتاعنا هو ولي العهد بيسقط من الجرف وهيوشك على الموت في محاولة لاغتياله، لكنه هيفقد ذاكرته وهيتجول لميت يوم في مدينة غريبة باسم جديد وشخصية جديدة. خلال الفترة دي هيلتقي بالبطلة بتاعتنا. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص. أتمنى تكون الفكرة عجبتكم وتكون خفيفة وبس كده. باي باي.